مساء الخير، مساء الانوار، تحيه طيبه لكم مستمعينا. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم حصن نفسك على شبكه ان شاء الله حتى الجوج. كرفقني مهدي كالعاده في الاخراج والهندسه الصوتيه. تحيه لك مهدي طبعا، وتحيه شوق دائما لكل المستمعين. مرحبا بكم معنا على 0522 3010 3030، 0522 3010 3030. ممكن تواصل معنا ايضا على 5566 55 60، دائما تم الاس ام اس هو 6 دراهم. ايضا ممكن تتابعونا من خلال لو سي ديالنا 3w.com شدافم.net او بوما، او من خلال الفيسبوك ممكن تواصلوا معنا عبر رسائلكم من خلال صفحه شدافم او صفحه حصن نفسك، او دائما على 5566 55 60. تم الاس ام اس هو 6 دراهم. دائما معنا الاستاذ فؤاد فرقاني الادريسي، متخصص في العلاج بالرقيه الشرعيه والطب النبوي. السلام عليكم استاذ، مرحبا بك. وعليكم السلام اختي سلمى، مرحبا بك مره اخرى. مرحبا بك. طبعا الموضوع ديال اليوم هو موضوع اكيد كيهم كل المستمعين، خصوصا اللي عندهم اسئله وغموض كثير. نعم. حول عالم الجن، لان كنعرفوا ان بزاف ديال الناس كيتخوفوا من الجن. نعم. يعني بدون مبررات. نعم. باقي عندهم غموض حول عالم الجن. نعم. شكون هما الجن، كيفاش كيعيشوا، شنو هما العالم ديالهم. نعم. يعني قاعد مسائل ان شاء الله غنوضحوها اليوم مع الاستاذ فؤاد فرقاني الادريسي. اي سؤال عندكم بالخصوص ممكن تواصلوا معنا على 0522 3010 3030 55 60، او من خلال فيسبوك دائما صفحه شدايف ام او صفحه حسن نفسك، او اي اسئله مفتوحه. مرحبا بكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سبحانك ربي لا علم لي الا ما علمتني انك انت العليم الحكيم. اما بعد، اختي سلمى، عالم الجن هو عالم واسع مثير، لا بدايه ولا نهايه له. عالم الجن يختلف أختي سلمى، عالم الجن اختلافا كليا عن عالم الملائكة والإنسان، فكل له مادته التي خلق منها وصفاته التي يختلف بها عن الآخر، إلا أن عالم الجن يرتبط مع عالم الإنس من حيث صفة الإدراك وصفة العقل والقدرة على الاختيار، على اختيار طريق الخير والشر، فهما على حد سواء. وأبو الجن أختي سلمى كما ذكر رب العزة هو إبليس، كما أن أبو الإنسان آدم عليه السلام. أما طبيعة خلقتهم فقد أخبرنا الله عز وجل عنهم أنه خلقهم من نار. نعم. كما قال تعالى: والجان خلقناهم من قبل من نار السموم. وقوله عز وجل: وخلق الجان من مارج من نار. وهذا المارج هو اللهب الأزرق الخفيف الذي يكون يعني في مؤخرة النار، يعني النار دائما عندها حمرة ثم زريراق، هذاك اللون الأزرق هذا هو المارج الخفيف، يعني جدا جدا يكون في اللهب الأخير. فهذا خلقهم، خلقهم الله عز وجل من هذه المارج. وخلق الجان من مارج من نار. وقد فسر أهل العلم من السلف الصالح قوله مارج من نار، وهو الطرف كما قلت، الطرف اللهب. ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعكرمة ومجاهد والحسن وغيرهم من يعني من العلماء. وقال النووي رحمة الله عليه: المارج اللهب المختلط بسواد النار. أما الإنسان فقد خلق من طين كما أخبرنا عز وجل بقوله: قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني يقصد بها أبونا آدم. نعم. عليه السلام. وقلت أختي سلمى يعني في الحلقات السابقة يعني أن أول من استعمل لغة القياس هو إبليس عليه لعن الله إلى يوم القيامة. يعني قال أنا خير منه، هو الأول من استخدم لغة القياس. نعم. يعني أنا خير الأنانية، فهو أول من استخدم هذه اللغة. قال يعني ما منعك لا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي قوله سبحانه: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟
إنا خلقناهم من طين لازب، يعني عن بني البشر. وكذلك كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، هكذا يعني من التراب. وقد خلق الجان قبل، وقد خلق الجن أو الجان قبل الإنسان، وسكن الأرض قبله وعمر فيها، بدليل قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نعم. يعني الجان سبق الإنسان على وجه البسيط على الأرض. والدليل الثاني لما أخبر الله سبحانه وتعالى إذ قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن ماذا قالت الملائكة حين قال رب العزة أختي سلمى؟ قال: إني جاعل في الأرض خليفة. والكل يعرف هذه الآية في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا العلم اللدني دي الله عز وجل الذي يليق بجلاله وذاته سبحانه فهو العليم، قال: أنتم لا تعلمون شيئا. فخلق آدم وعلمه الأسماء كلها إلى آخر، يعني لا نريد أن نستجد بشيء ما نستجد به إلا عن قول الملائكة. لما قالوا أتجعل فيها من؟ لأنهم علموا من قبل أنه كان خلقا في الأرض ففسدوا وسفكوا الدماء وعتوا في الأرض فسادا، فأبادهم جبريل عليه السلام، أرسل الله عليهم جبريل فأبدوا، ولم يبقى من هذا الكائن اللي كان الجن أنذاك إلا إبليس، كان صغير السن وأخذته الملائكة وكان يتعبد في زبنة الملائكة. هذه قصة إبليس. فمن هنا عاوتاني جاء الدور ديال خلق الجن مجددا مرة أخرى، وكان الأب ديالهم هو إبليس. فإذا هم كانوا قبل الإنسان. أنواع الجن أختي وأصنافهم، ينقسم الجن إلى ثلاثة أصناف كما صنفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقولون قائل جيت واحد متملق ولا شيء متفيقه، حتى ما يلقش في كلام متفيقه بزاف عليه ويقول لك شنو هذه الخرافات. الجن لهم حقيقة. الجن إذا طعنت في المسألة أنت تطعن في كتاب الله وتطعن في سنة رسول الله، والحذر الحذر. وجود صورة الجن صورة كاملة، كل ولهم حقيقة ووجود. هؤلاء الغرب يشهدون بهذا، أنا في الغرب يشهدون، يعني مصائب كطرف البيوت وأساس الأشباح أرواح شريرة موجودة. إذن يعني لا يعنينا قائل أو كذا. وينقسم الجن إلى ثلاثة أصناف كما صنفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطير في الهواء، وهذا الصنف الذي يطير هم الذين كانوا يسترقون السمع مصداقا لقول الله عز وجل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع. أختي سلمى، وأنا قال رب العزة: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآن هادو يعني منعوا من خبر السمع، ما يبقوش يقدروا يسترقوا السمع. وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون، يعني يقيمون ويرتحلون، هذا بهذه المعنى. رواه الطبري والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. وقد أمرت الجن وكلفت كما كلف الإنسان أختي سلمى، فهم مأمورون بالتوحيد والإيمان والطاعة والعبادة وعدم المعصية والبعد عن الظلم وعدم تعدي حدود الله. لكن سبحان الله يقول رب العزة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني تكريم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحان الله، الرسالة السماوية لم تكن في بني الجن، في بني الإنسان، هذا تكريم من الله عز وجل، لأنه هو الكائن الوحيد الذي قال فيه الله عز وجل سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سبحان الله، يعني سبحان الله، لما شي واحد مسكين يغتال أو يقتل ويقولوا الروح عزيزة عن الله، راه روح الله، فسرعان ما يعني رجال الشرطة غيفضحوا الأمر ديال هذا الجاني أو كذا، لأن روح الله، حاشا لله أن الله عز وجل يسول هذا الكائن وخليه عبتنا كذا، حاشا لله. والآدمي بنيان الرب
ملعون من هدمه، كل من أدى أخاه المسلم أو أخته المسلمة ولو يكون مجوسي ولو على اختلاف الملة ولو يهودي، ولو هو روح هو عبد لله، لا يعني لا تظلمه ولا تخذله ولا تسرق ماله، ولا كاين الناس اللي يقول لك لا وهذا عليه غير ملة الإسلام، كيف أباح لك الشرع كذا؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آدى ديميا فقد آداني. شوف سبحان الله حرمة الإسلام كيف ده حتى مع الدمي مع أهل الكتاب، فما بالك بالكتاب على حق، يعني نؤازرهم ونساعدهم وكذا، وهنا أخلاق الإسلام، ولربما إذا شافوا فينا هذه المعاملة نكون هذا من تكريم بني آدم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دائما التقوى خير موضوع. ثم السرسل أختي في الحديث، فمسلمهم مسلم ومؤمنهم مؤمن وكافرهم كافر والمطيع منهم الله ورسوله يدخل الجنة، يعني بحالنا بني البشر، يعني من أطاع دخل الجنة ومن أبى دخل النار سواء بسواء، مثلهم مثل الإنسان. والدليل من قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هم خلق من خلق الله، ومن ينكرهم فإنه يكفر للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة كما ذكرنا آنفا، وقد وجد من ينكرهم قديما وحديثا، ولا يضيرون ذلك منهم أختي، لا يضيرون ذلك منهم، والذي يهمنا أنهم حقيقة لا شك فيها ولا مرية لما سيترتب على ما سوف نسرد من أخبارهم وأحوالهم، وربنا وربهم الله سبحانه وتعالى. إذن أختي للحديث تتم وبقية، وربما ما الناس المستمعين باش ما يحسوش راحنا غادي هذه، ربما هاد الأحوال ديال الجن وماذا يأكلون وماشي، في حلقة طويلة غادي نحفردوا لها بعد رمضان إن كان في العمر بقية، لأن خصصنا في رمضان مادام هو شهر الصبر والرضوان، غادي نخصوا له حلقات نعيش فيها مع الأولياء وصبرهم وصبر رسول الله وكذا، فهذا غادي نوقفوا إن شاء الله في هذه الحصة، ورمضان نخصوا له شيء إن شاء الله بإذن الله، إن كان كما اتفقنا إن شاء الله مع الإدارة الموقعة إن شاء الله. مرحبا أختي. إذا ناخذوا أول شيء سلام على عبد الخالق من الرباط. السلام عليكم عبد الخالق. أنا عبد الخالق. عبد الخالق، اذا كنظن عبد الخالق مقاطع التواصل معاه. نشوفوا اتصال اخر دائما 0522 36 10 36. الو السلام عليكم مصطفى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك مصطفى. اختي بن نتكلم مع الدكتور. مرحبا بك اخويا، معك استاذ. مرحبا سيدي اخويا استاذ، بيت ممكن تعطيني الرقم الهاتف ديالك؟ اي ديما اخويا كتاخذوا على الاذاعه المقرره كتصل عليه راه كيعطيك هذاك، في حالتي الا كانت الخطوط مشغوله ولا دار كتدخل على اليوتيوب ولا هذا على اليوتيوب وتتعمل عنوان مركز فؤاد فرقاني ادريسي، عنوان مركز فؤاد فرقاني ادريسي راه يخرج لك المعلومات كلها ديال العمل والتليفون كل شيء ان شاء الله. وتتم اختي سلمى الله كنطلب في دقيقه الناس المستمعين والناس يعني اللي هذاك، راه عندنا توقيت في رمضان غير، راه كنستقبل عير من 9:30 حتى 2:30 وكنخلصوا، يعني الناس باش مساكنين اللي جاو ما يتعذبوش، راه كنبداو الموقيت ديال العام الا يوم جمعه ما كنستغلوش، الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس ثم السبت والاحد ما كاين حتى مشكل، من 9:30 حتى 2:30 كنحبسوا زوالا صافي كنحبسوا، يعني الناس ما يقدروش يجيو في الربعه ولا دا ما يلقاو اللي يستقبلهم. وشكرا اختي على هذا، الله يجزيك بخير وسلمى. ناخذ فيصل من مراكش. السلام عليكم فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فيصل، مرحبا. ممكن بغيت نسول لي السيد؟ تفضل. غير واحد الحاله الوالده كانت تطيح وتيجيها واحد، نعم، هل تبقى تكلم بواحد الراجل؟ نعم سيدي. ودات شي مات اللي ما هضرات معنا قالت لي راه مشات عند واحد الفقيه دارت الرقيه ما بقاش فيها داك الشيء الحمد لله، وهاد السيمانه مريحين معاها تقلقات واحد ساعات ولا رجع لها داك الشيء، وخصها تعاود ترجع تعمل رقيه. ومني قعدنا حداها وانا نطلق لها انا القران ولا تيقول لي الا ما حافظتش عليها غادي نديها لكم. لا 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 تخشى شيء، اللي كي لا يملكون حياتنا ونشورا، الله هو الذي يملك حياتنا ونشورنا يوم القيامه.
ما نعم. تصدقوش لا يعني الأخ الكريم يعني لا تخشى شيئا، الخوف من الله عز وجل، والموت بيد الله والحياة بيد الله، ليست بيد غيره من إنس ولا جن ولا أملك ولا ملك، لا هو كله بيد الله عز وجل، ولكن ممكن تعود لها الرقية إن شاء الله تعالى بإذن الله، لأنه دائما يكذبون، وكما قال سيدي رسول الله صدقك وهو كذب، الجن فيهم كذبون كثير. نعم لطيفة من مراكش، السلام عليكم لطيفة. ألو ألو لطيفة، السلام عليكم. الو سلام عليكم. السلام عليكم. الو لطيفة، حنا كنسمعوك لطيفة، مرحبا تفضلي. بغا نتسول دكتور. مرحبا بك. كيجيني الإرهاق وكيجيني العيا. نعم نعم إيوا لطيفة، هذا هو المشكل اللي عندك، كيجيك الإرهاق والعيا. نعم إن شاء الله على أي حال إن شاء لا. الله إذا كان عندها الإرهاق دائما أقول إن شاء الله ترقي نفسها ودي المعوذتين وتأخذ أحسن وما يقال في هذا الباب هو العسل مع الماء إن شاء الله في الصبح لا. كان أولى كي نشطها ونشط لها الدورة الدموية وخليها إن شاء الله يعني نشيطة وعندها واحد القوة وكذا باش تقاوم الأعمال دي اليوم إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يشفينا ويشفي جميع المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله نأخذ حنان من طنجة. السلام عليكم حنان. حنان حنان، اذا الصراحه يعني العادي المتصلين كيربطوا الاتصال ومن تما كيخليوا التليفون وكيقوموا باعمال اخرى. فالله يجزيكم بخير، اتصلوا بينا على 0522 6310 6310، بقاو حدا التليفون باش الا خدينا المكالمه تسمعونا ونسمعكم ان شاء الله. اذا دائما 0522 6310 6310 او على 5566. اذا مريم كتقول سلام، انا غنقوم بعمليه جراحيه يومين قبل رمضان، واش نغتسل قبل العمليه لصيام رمضان؟ أتعمل عملية جراحية؟ عملية جراحة يومين قبل رمضان. وبغيت تغتسل؟ واش تغتسل قبل الصوم؟ أنا كنظن غدا تحولوا السؤال الأستاذ الفاضل عبد الرحمن السكاشي، ربما يجيبوا أحسن مني إن شاء الله تعالى بإذن الله. مسألة تتعلق بالفتوى، أنا لا علم لي بهذ الأشياء. السلام عليكم، كنحاول نتصل بكم ما كيقبضش ليا. انا هذه 15 يوم وانا في حاله اكتئاب، كنت ما دايرهش الحجاب ودرسو وبغيت نحيدو، كل يوم ما كنعش حتى كنعيا بالبكا، وكنحلم احلام عفوا خيبه دائما باللباس الاسود، وما كنرتاحش في حتى حاجه، رغم اني كنقرا القران كل 3 ايام وكنصلي وما كنخرجش من البيت. عيت بزاف من هذه الحاله الغير متوازنه، ما عرفتش شنو ندير باش نصحوني، الله يخليكم وشكرا. ان شاء الله تعالى. اذا كنت يا اختي تقرأين كتاب الله وتختمينه في كل 3 ليال فبشرى لك، يعني سبحان الله، لانه يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفقه القران من قرأه في اقل من 3. لكن بحيث أنت تقرأين القرآن، لو كنت تتدبرين آياته كما قال رب العزة أفلا يتدبرون القرآن، ها يعني هكذا القرآن قراءة وتدبرا وفعلا وقولا وفعلا وعملا، فإذا تدبرنا والله الذي لا إله غيره أتحدى أختي يعني غيش فيك الله، لا محالة أنت تقرأين كتاب الله، سبحان الله، أنت تكونين في الملأ الأعلى إن شاء الله، يعني محفوفة بالملائكة والصيد ديالك في الملأ الأعلى، يعني سبحان الله. فيعني لما هذا الضجر ولما هذا الحزن وهذا النظرة السوداوية للحياة التشاؤمية والعياذ بالله؟ فأنت تقرأين القرآن وأنت لاهية القلب، لو كنت مستشعرة كلام الله عز وجل أثناء القراءة لشفاك الله، لأنه يقول رب العزة في الحديث القدسي أهل ذكري أهل مجالستي، وخير ذكر هو كتاب الله، ثم تليه قول لا إله إلا الله، خير وما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله كما قال سيدي رسول الله. فإذا لو قرأت القرآن على مراد الله من كتابه لأتاك الفرج والفوز بإذن الله، ولكن إذا قرأنا القرآن ونحن لاهون ما عندي إلا بغرض كنقرأ عير على الشياطين كذا، والله ما يزيدون إلا ضلالا وخسارة، أسأل الله أن يشفيها. أمين أستاذ. أيضا معنا سلام أستاذ، أنا فاطمة عندي أصوات في الأذن ديالي، واحد نهار قريت سورة البقرة على زيت حبة البركة وقريتهم في الأذن ديالي، وفي الليل كنحلم بشي مرأة جبدت لي شي خيط من ودني ولقات فيه 3 ديال العقدات. إن شاء الله أظن تكون رؤية خير إن شاء الله، لازم هذه الأخت يعني ترقي نفسها على الأقل 3 مرات إن شاء الله حتى 4 عند شراقي، وإن شاء الله أسأل الله أن يذهب بأسها إن شاء الله. إن شاء الله. إذا ناخذ اتصال من كوثر من خريبكة. السلام عليكم كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خريبكة. نعم مرحبا كوثر، تفضلي.
عندي واحد المشكل شي عام هادي ملي دوزت الباك تقريبا من قبل الباك ولا كيضرني راسي بزاف وليت كنعيا بزاف ما بقيتش كنعس مزيان. نعم. وهذا الشيء من جهة العنق ديالي. نعم. كيضرني بزاف. مشيتي عند الطبيب ديالك؟ مشيت عند الطبيب قال لي راه غير مع التو والثور والعيا وهذاك الشيء وعطاني كينات ديال النعاس ولكن ما جابوش نتيجة. عليكي بالرقية. بدون ما تقولي فيا جن ولا شي حاجه عليكي بالرقيه اختي ان شاء الله كوثر بالشفاء ان شاء الله. شوفوا خديجه من قناه راس الرقيه وتبعد على الحوايج اللي كيعصبوها وتؤلى بذكر الله اطمئن القلوب لان عندك حتى الحاله كتقلقي بين من الاعراض كتقلقي. نعم لله. نشوفوا خديجه من قناه راس. السلام عليكم خديجه. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك خديجه. ممكن اختي بغيت نهضر مع الدكتور؟ ايه هو معك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله لله. وعندي واحد الاخت ديالي حتى هي مريضه مده سنين هذه كطيح لينا وكيبقى شي حوايج في الدار وعند راجلها هي مزوجه وعندها جوج وليدات. نعم كيبقاو يتسرقوا ليهم الفلوس من الدار كطيح هي وكتبقى تنطق تقول لهم راه انا اللي سرقت لكم الفلوس. نعم لا وكيقطعوا لها الشعر ديالها في الليل. جميل. الصبح كتلقى الشعر ديالها مقطع ومحطوط حدا راسها داك الموضوع تلقاو شعر ديالها لدرجه انه قطعوا لها شعرها كامل. خير ان شاء الله تعالى. هادو هما المؤلل اللي كان تقطع الشعر ديالها الرقيه الشرعيه وديناها كانت ما بقات لا كتحرك حتى ولا جديها لا رجليها. اش كتقول هي السيده كتشوف شي حاجه كتقول كنشوف كتحلم بالليل وملي كتطيح ديك المره عاوتاني كانت تسرقت لينا عاوتاني الذهب من الدار وملي بقى كيقرا عليها وداك الشيء دار مع قرا عليها راجلها. حتى الذهب كيسرقوه حتى الذهب كيسرقوا له حتى الذهب. سرقوا له خاتم والويزا ما بقاش الفلوس غير حتى الذهب حتى هو كيمشي. سرق لها خاتم والويزا وملي بقى كيقرا عليها راجلها قال لهم انا اللي سرقت لكم داك الذهب وانا غادي نخليكم يعني فقراء وما عندكم حتى شي حاجه باش ما تقدروش تجريو على هذه السيده. الجوج ديالها غادي تجريو عليها وما غاديش تبقى باغيها. الجوج ديالها كي بطبيعه الحال لا بطبيعه الحال في النوم كيكون بجنبها واش ما كيلاحظش ما كيلاحظش شي حركات غير ما كتنوضش من حداه ما كتنوضش من حداه. بعض المرات تكون معايا انا في الدار وتكون نوضت شي لذيذ. عرفت على انا مصدقين السيده راجلها ما كيحس بشي حركه ولا هكذا يعني شي هكذا يعني بجنبه ملي كيتقطع لها شعره ولا كذا ما كيحسش بشي حاجه. لا ما كيحسش بشي حاجه. على اي حال واحد المره عاوتاني كان حاط الفلوس في وسط المصحف قال زعما صافي راه انا حطيتهم في وسط المصحف ما يقربش لي وما يقدرش يعني يجيني يمشي له. وفي ذاك نص الليل بحال بحال هي كتقول الفلوس وينو ملي ناض مشى قلب المصحف ما لقاش الفلوس بقى متزوج. على اي اختي يشوف يتصلوا على شي راقي ويرقي لهم البيت وداك الشيء. عيطنا شحال من مشى جا عندهم واحد الراقي ورقاها وعطاها الماء ما القران تتشربوا وعطاها العسل وعطاها واحد. شوفي لاله شوفي الا لقيتوا النتيجه فهو بنعمه فبها ونعمت. الا ما لقيتوش ماشي كنقول لك اتصل عليا الا ما لقيتوش وتعذر الامر اتصل عليا ان شاء الله. شكرا لك خديجه من قنيطره. نشوفوا عمر من شيشه. السلام عليكم عمر. وعليكم السلام بركة الله فيكم. الله يبارك فيك عينا وعليك سيدي مرحبا. نشكر الدكتور كنشكر الله يجزيك الخير. علينا وعليكم سيدي. الله يحفظك عليك الدكتور من نسولك الله يرحم والديك. نعم سيدي. مازال بخير. بعض المرات ملي كنعود اذا كنتصنت لشي حديث ولا شي قران اذا كان كيتقرا القران حدايا ولا كنتصنت لشي حديث وكيأثر ليا في راسي كيضرني راسي بزاف. اللي سمعتي القران كيضرني راسي وكنبكي بحال حتى كيضرني راسي وكنلوض. إلا سمعتي القرآن إلا سمعتي القرآن. لا ماشي غير بعض المرات إذا كنت سمعت القرآن وراتي التركيز مزيان. أيوة. أو إذا كنت مريح حدا شي حديث هكا التركيز كيضرني راسي مزيان. لا وإلا سمعتي مديح ولا شي حاجة ما يضركش راسك. لا لا إلا سمعتي المديح ولا شي مثلا كطر بشي أغنية ولا ما كيضركش راسك. لا لا لما كنسمعك هذا غالي انا مثلا ولكن انا انشوده دينيه ولا ما يضركش راسك. لا خير ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله. السؤال الثاني ما يجزيك بخير ممكن؟ نعم سيدي. نعم ما يجزيك بخير. السؤال الثاني هو انا كاين في واحد البلاصه هنا اساس واحد الديب هنا كان تنصلي الجمعه في الجامع في المسجد بحال هكا ودابا مع رمضان عايد هنا غير الخلاء. نعم سيدي. ودابا اضطريت نصلي في الدار هنا ان شاء الله باذن الله هذا ولا ما نقدرش نمشي
يعني نمشي ونخلي المرأة بوحدها هنايا أولا نمشي ونخلي الصداع ديالها يبطل بوحدها إن شاء الله أخويا إن شاء الله تسمعي علينا وعليك. بارك فيك شكرا لك عمر. إذا يعني قبل ما نوصلوا فقط نرجعوا للحالة ديال السيد اللي في القنيطرة اللي قلت يعني كتقطع على الشعر. نعم باش نوضحوا للمستمع الاكثر. نعم اختي نعم نعم سلمى انا وجدنا يرحمك الله وجدنا عفوا اختي يرحمك الله وجدنا اختي سلمى ميرون تكرهنا حالات من الحناء حالات من تقصيص الشعر حالات من تجريد الملابس الداخليه والفوقيه حالات يعني من يعني يعني الحركه اللي كتكون في الليل يعني في المطبخ في المرحاض هذه كلها وارده يعني هاد الناس ما تيكذبوش لكن انا ما نكذبش عليك لا اصدق شيئا حتى ارى بعيني واسمع باذني وحس يعني انا يعني كنا تكلمنا في هذه النقطه في الحلقات السابقه استاذ نعم اختي يعني انه يوصل انه يسرق الذهب والنقود نعم في حاله استثنائيه هذا سأدو علاش هنا اختي يعني الامر يلزم حنك وحيطه وتوخي لا. كيف لانه وجدنا اشياء يعني يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم ممكن غادي نخلقوا فتن فاذا هذا الشخص يكون بسريه تامه يعني ما بين الاسره وكذا لربما وجدنا خلنا اخر فاذا غادي يبداو الاسره تنابز مع بعضها انت اللي ديتي انت اللي قلعتي انت اللي خبيتي فهذا عاوتاني مدخل للشيطان فاذا نحن نعالج الامور بهدوء اذا وجدنا الجن عالجنا الجن وتعالج البيت إذا وجدنا غير ذلك وجهنا النصيحة والله ولي التوفيق نعم إن شاء نعم الله هذا ما أريد ما فدائما كنخليوها إن شاء الله هكذا مستورة نغطي وبغطى الله عز وجل هكذا طبعا. نعم أختي إذا قرب على SMS على 556 السلام بغيت نسول الأستاذ أنا كنعس بوحدي وش ما عندوش تأثير عليا لا خوف إلا في المكان الأماكن المهجورة الخربة التي لم تعمر من قبل يعني زمان بعيد بقت هذا المكان مهجور لازم يعني يكون فيها الونيس ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الصحابة إلى ديار الذين عذبهم الله من قبل قال لهم ما يمشيش كل رجل منفرد لازم كل رجل يمشي في رفقة جماعة يعني وحذرهم رسول الله أشد الحذر والإنسان إذا كان في مكان يعني واحد المكان خربة أو مكان لم يعمر من قبله لازم يدخله بالتهليل والتسبيح والتكبير والصلاة على الرسول وقراءة القرآن ثم ليعمر هذا المكان مجددا ولا يسكن لوحده بل يكون معه الونيس لازم هذه مفروض أما في بيوتنا في الحاضرة لا نخشى شيئا الحمد لله إلا الأماكن التي تكون فيها الموجون وفيها الرقص وفيها الأشياء التي تخل بالأدب ولا ترضي رب العزة فهذه تسكن وتعمر من العمار الطالحين والعياذ بالله الفسق والعياذ بالله فيؤججون النار ويفعلوا الأفاعيل الكثيرة والعياذ بالله وقد حصلت عندي واقعة وهي الآن أذكرها بالمكان وبال يعني بما ولا يعني لا هذا يعني في هنا في الدار البيضاء يعني قريبة هنا في الريجيون ديال المعارف حضرت عندي هذه القصة أخت جات عندي ولقات يعني تشعل لهم العافية في البيت طرطقت الميدة ديال الدجاج لقات العافية في الدوش هذا كل شيء فسبحان الله العظيم رقيت هذا البيت ورقيت هذه الفتاة ويعني وحتى تقصيت الأخبار من المساعدات اللي عندها الخدمة في الشغالات في البيت فكلهم أثبتوا علما يقيني أنه هذا يحصل وحاصل فأنا قلت الأخت ربما عندها خلل في اضطراب في الرؤية أو في السمع فهي جيدة ولكن سبحان الله العظيم أثبتنا علمي أن كان موجود جني ولكن الغرابة كل الغرابة بعد شهر اتصلت علي الأخت قالت لي الحمد لله ما بقى والو لكن بعد شهر عودت علي الاتصال قالت لي وجدنا حركة وضجيجا مجددا نعم فيعني قلت لا يحصل هذا بالبتة ما ممكنش انا عارف ايش عملت فمشيت مره اخرى فاستدعيت الخدامات قلت لهم هذا حصل الا واحده سبحان الله بقت محتفظه بواحد الراي هذا الراي ديالها هو اللي فادني فقلت لها بنيتي كيف هذا كذا قالت لي عندك الشريف صح قلت لها واش الصداع كيجي من فوق البلافون لك قالت لي فوق وكيسمعوا الشقاء في الليل والرديح والزديح والشطيح وكذا فسبحان الله العظيم ملي تقصيت الاخبار لقيت الدار ماشي هي لقيت الدار الفوقانيه فلما تقصينا الحقائق قالت لي ستوب هدا فعلا الشريف كاينه راه الدار الفوقانيه راه واحد الليله كنسمعوا الدق وكذا وبقينا عساسين على ذاك الدار ما بغاش يخرج لينا رب البيت فاذا به مع الصباح كيتم جاي هو مع 6 الصباح ما كانش كاع في الدار لقى السانديك بارك ولقى الناس مسؤولين كلهم مجمعين له شي كيشوف شي كيقول هو في 5 خرج من شي فوق دار شي حاجه قال يعني كيف
قالوا مش كديرونا، قال لي دارك فيها الشطيح والرديح والتقرقي ما خليت الناس. قال لهم لا انا ما كنتش هاك، وان مفتح حلو القوم ما كاين حتى اصل حتى حاجه. سبحان الله. فسبحان الله كانوا عنده الجين، وكان هذا البيت في هذا البيت فيه موجون. نعم. كان كيجيب يعني كذا الى اخره. واضح. فهذا هذا حقيقه المساله كاينه موجوده اختي. اذا نواصل دائما. نعم. عندك نقطه اخرى استاذ؟ لا كان واحد السؤال ديال واحد الاخت بغينا نفيدو ما عقلناش عليه قبل ما نشدو هذا، كنت بغيت نقول فيه شي حاجه ما عقلتش عليه، واحد الاخت كانت اتصلت ما عقلتش. نعم واضح. اذا نواصل ونرجعوا بما ذكرنا السؤال. نورا كتقول انك تخنق، هي السؤال ديالها غير على اللي كنا درجنا في الاس ام اس ديالو، واش ما عندوش تاثير انها تنعس بوحدها؟ قلتي لا ما كاينش تاثير. ايوا كان واحد من غيره. وعلى اي دابا يحضرنا ان شاء الله؟ على العموم نورا قالت انها كتخنق وعندها سحر ترقي نفسها. نعم. وكاين حالات ديال حالات عصبيه كيوقع منهم الاختناق، وكاين حالات اللي كيكونوا من طرف كاين من قبيل العين، وكاين حالات اختناق من قبيل السحر. نعم. وخصوصا سحر الهواتف، وذكرناه واستفضنا في هذه المساله، سحر ارسال الهواتف هذه يسمى بهذه الطريقه، يسمى ارسال الهاتف، لانه ياتي هذا خادم السحر ويهتف في اذن المريض هذا المسحور، او ربما وقع عليه بالاختناق او بالضرب او يعني بالتعذيب، هذا حاصل. وجدنا حالات يعني هذا الارسال الهاتف يرسله الساحر باسم انسان معين ويرعبه بذاك الانسان اللي بغى يتقدى فيه الغرض. نعم. يعني من محبة أو شيء وكيخوفه، فيعني من العزيمة يقولوا فإن كان ناقم نائما فأيقيدوه وأوقعوا عليه جميع أنواع الضرب وحاربوه ورشقوه بالدبابيس والحرب حتى يأتي صغيرا دليلا ويقضي حاجة. وهذا ما يحصله، الرجل أو المرأة توقع عليه الضرب من طرف الجن الخادم. نعم. نعم هذا هو حاصل. نعم أختي. محسن من طنجة كيقول أن أي حاجة كيبغي يديرها ما كتيسرش ليه وديما مريض. عليه بالتوكل على الله عز وجل اكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما يكثر من قراءة سورة الضحى إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يفتح له فواتح الخير إن شاء الله. سلم، أنا عندي برودة في رجلي وتنمال وألم في الرأس ديما من بعد العصر وخوف شديد. ربما إلا ما كانش يعني شي حالة يعني اللي هي طبية يلزمها طبيب، ولا مشيت على الطبيب وقال لها ما عندك والو، لازم ترقي نفسها. وإذا أخذت يعني كان عندها في المفاصل تأخذ يعني زيت الأرقان وتقرأ عليه ما تيسر من القرآن، وخصوصا فاتحة الكتاب وآية الكرسي المعوذتين، ثم تدهن به يعني مفاصلها أو أطرافها دهنا خفيفا حتى يتشرب الجلد هذا الزيت. نعم. فغادي تلقى نتيجة مفيدة إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل إن شاء الله. وإضافة مع العسل مع الماء الفاتر اللي يكون ديجا مغلي ونشربه على الريق إن شاء الله إن شاء الله. فاطمة الزهراء من كرير، السلام عليكم فاطمة الزهراء. مرحبا بك فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنت كنشكرك كنشكر الاستاذ على البرنامج بزاف. العفو. دابا غنسول اختي الاستاذ الله يستر عليه. نعم لاله مرحبا مرحبا. على الاستاذ لاباس عليك. الله يطول عمرك لاله. الله يجازيك على المعلومات اللي كتعطينا وراك كتراك لنا. وانتم اهل الجزاء والشكر لله ثم بعد الله الى الاذاعه الموقره. نعم اختي. الحمد لله. نعم اختي. دابا غنسولك الله يخليك. نعم. دابا حنايا انا حنا في الدار كنا لقينا في سحر في الباب. نعم. لقينا شي سحر في الباب. نعم بنتي. يعني على باب فراغ وفيهم شي تخربيق. نعم. فاش ورونا الجيران قالوا لنا كله وكيقول لنا سمية، يعني في حاجة خيبة في داك الشيء اللي معقول. نعم لله. قبضتهم حتى الوالدة قالوا لها ديرهم بالبرا ونحيهم. نعم لله. نعم. حلاتهم وقضي ربطهم بالبرا ولحتهم. نعم نعم. دابا المشكلة كله اشنو كيقول؟ كاين اللي يقول لنا دابا داك السحر راه ما غاديش يتفسخ، نحسوا بحال شي حاجة ما درتوها. يعني وحنا ما كانش على بالنا حتى ولينا نخدموا في البرنامج. و اسمحي لي الاخت، هذا السحر الذي وجدتموه واش باقي موجود عندك؟ لا لا استاذ ما باقيش. حنا دابا المشكل تخلصتوا منه. تخلصتوا منه. يعني تلحناه هكا في صافي تات الوالده الخلا ولحتو يعني حلاتهم. نعم. يعني السرر معقودين وحتى شي وحده معقودين ونبقى نلقاهم مدفونين حتى الفم الباب. نعم. ونبقى نلقاهم محطوطين في الباب ونبقى نلقاو داكشي مكبوب في الدفه من الفوق حتى لتحت هابط. نعم نعم. شكله اصفار ولا كيف هو ولا سواد ولا شنو؟ يعني مع الدفه في داك اللون ما كيبانش، المهم كيبقى داكشي تبارك. كتخبي عليه الوالده الماء والملحه كياكلوا لا الناس ولو. خير. يعني وفايت ليا رقينا الماء وترشوا بالماء. خير ان شاء الله. نعم ان شاء الله. نعم نعم. استاذ يمكن هذاك الشيء اثر علينا حنا يعني كبنات، يعني اي واحد كيهضر في الزنقه ولا كيكون اكيد اكيد انا باغي نتزوج يعني الدار ما كي
أكيد أكيد، السحر له حقيقة وله وقع وله إحساس. يعني إن شاء الله غادي نجاوبك في حمص زهرة من بنكرير، ولكن مباشرة بعد ما غنتوقفوا مع أذان الظهر دائما بتوقية الدار البيضاء والنواحي. الله يتقبل الله صلاتكم. إذن مازال وصلي معكم دائما برنامج حصي نفسك مع الأستاذ فؤاد فرقان الإدريسي، متخصص في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي. إذن كانت اتصال مع فاطمة زهرة من بنكرير، والمشكل اللي عندهم ديال السحر نعم. قال أن لقوا السحر ولكن لاحوه نعم، دائما ما كيلقوا يعني مسائل حتى الباب. نعم أقول أختي كين هناك السحر يعني هو موجود وله حقيقة، وهذا ما يسمى احنا عندنا في العامية يقول العوام تيقول لك سحر الخيوبة والتفريق والتشتات والعيد، وهذا حاصل. ولكن دائما أقول لإخوتي المستمعين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه، لكن وقفنا على ضرر السحر وجدناه من تجرية دم، من تمريض، من تفريق، من تشتيت، من تعطيل، وهو حاصل بأمر الله. أنا أقول أنا مع الجهة اللي كتقول وما هم بضارين، ولكني ما نكونوش مغالين وما نكونوش مجافين عوتاني كين بعض العلماء وكذا كذا أحترم وأجلهم يقول لك لا السحر ليس له حقيقة فهذا كذب. بالعكس استغفر الله، كثير من الآيات أثبتت وجود السحر بالتخييل وبالتمريض موجود فله حقيقة. إذن ما نريد أن نقوله، وقد وقعت قصة حقيقية واحد للأخ يعني سبحان الله ربما لست أدري ما قدرتش نقول والشيخ الحبشي وهو من الرقاة الأجلاء في السعودية بارك الله فيه، وأنا عندنا يعني مع إخوة أخرين اتصال مش مع الشيخ، أنا ما أسبق لي اتصلت به ولا كان معي لقاء، وإن شاء الله ربما غادي نعقد واحد ندوة تكون في المغرب إن شاء الله، غادي ندعيو لها جميع الرقاة إن شاء الله باش يكون عندنا واحد القاعدة نتمشوا عليها إن شاء الله جميعا. على أي حال هاد الأخ كان وجد سحرا، مش شيخ الحبشي وشيخ آخر ما عادش كل يذكر هذا الواقع، وشيخ الحبشي أو غيره اللي ذكر هذا الواقع وهي حقيقية، وجد سحرا ومجرد بشا حل ذلك السحر وربما غرز فيه إبرة أو سكين أو شنو انحرق في وجهه من الطبقة الثالثة، طبقة الثالثة في الجلد سبحان الله. هذا حقيقة واقعة، لأنه السحر ما كلش مشي كل شيء الناس عندهم اختصاص بشي يحله. نعم كاين سحر اللي ممكن غير باشياء كيف قالت السيده مليحه وكذا، وكاين واحد خطا كيرتكبوه الناس كيمشيو، راه كاين بعض السحر اللي دخلوا في اي قراني وانت كتمشي حاجه كتبو العلو هذا راه اراضي مصيبه وطامه. السحر كيمشي عند الراقي وكيفلحو كيحلو بطريقه سليمه ويقرا عليه ايات السحر والمعوذتين وبعض الاذكار وبطريقه معينه وبعدد معين وعاد بشي هذا وما نلحوش في طريقه الماره، وما تمشيش هاد السيده تسمعني كنقول هاد الشيء وتقول ناري انا مشيت درت فيه المفتاحه عندك المرض، لا 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 ما صيبك والو ان شاء الله، غير كنحذروا ما يبقاوش الناس يعملوا الا لقينا شي سحر نديو عند الراقي وهو بمعرفته غادي يفكو لا اقل ولا اكثر، ومن نحملوا نقول اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، نقرا المعوذتين ايه الكرسي ونحملوا في شي بلاستيك ونعملوا نديه الروقي ونخليه هو يتصرف معاه ان شاء الله. نعم واضح أستاذي. دائما أرقامنا المفتوحة لكم 05-22-36-10-36 05-22-36-10-36 أو على 5-5-6 ممكن تواصل معنا أيضا عن طريق الفيسبوك. إذن إبراهيم كيقول هل الرقية الجماعية تفيد؟ لا يا أخي إبراهيم، الرقية الجماعية نحن يعني نشجب هذا الفعل ولا نرضاه بالكل، ومخاطر الرقية الشرعية والله ما يعني الرقية الجماعية والله ما جلبت على أقوام إلا الويلات والخراب والدمار والعياذ بالله. وقلت يا أختي سلمى ويعني بالمشاهدة وبالمعاينة وبالسمع سمعنا حالات كثيرة منهم إخوة كانوا في رقية جماعية وخرجوا كيجريوا لا عقل لهم حتى صدمتهم سيارة والعياذ بالله. وقلت أختي لو مر أحد يريد أن يعتنق الإسلام وجاي يدخل هذا البلد أو أي بلد ولقى في رقية جماعية ولقى واحد دستو السيارة ولا خارج كيجذب ولا كيقطع في الثياب ديالو، ماذا يقول إذا سألوا؟ يقول له راه مال هذا؟ يقول له يقرأ عليه القرآن. إذا هذا اللي جابه يقتنع الإسلام أخذ فكرة عن كتاب الله، أنه كتاب الله يعذب الإنسان يخليه مجنون يخليه يقطع حوج، راكم أنتم اللي كذبتوا على كتاب الله. ورا هذا ما قلته مسبقا وقبلا، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أرى من هجران إلى لكتاب الله هذه الممارسات المشينة والعياذ بالله. أسأل الله الرقية الجماعية يا أخي الفاضل ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت أن رسول الله جمع فئة من الصحابة ورقاهم جماعة، ما ثبت. كان رسول الله إذا رقى الحسن كل واحد
رقيهم هكذا، رقى جوجته، حتى أن الرسول كان يرقي نفسه بنفسه هكذا. فالرقية جماعية إلا إذا حتى الرقية جماعية، وسنخصص لها حلقة إن شاء الله. الرقية جماعية أختي، إذا الراقي لا يستطيع أن يستمع لكل مريض على حدة، كيف هو ما غيوصلش لهم 10 دقائق وهز الميكروفون وكاين 70 الخلق وكاين 60 وكاين اللي شاد من الفجر وكاين الا. انا دابا اذا جا عندي 15 واحد يعذبوني في النار، والله بعض المرات حتى في الطعام ديالي ويشهدوا بها الناس المستمعين اللي كيعرفوني، اقسم بالله يعني المساعد ديالي قدم لي الغداء ولا كذا كنقول له لا، كنضر للناس مساكين جايين بعاد، كن يعني نسمح في نفسي حتى نكمل، لانه خصني كل واحد ناخذ معاه 25 دقيقه او حتى نصف ساعه. نعم. من حقه نسمع له اشنو هذا، اش ابتداء هذا. هذه هي الرقيه الفرديه، عندها مزايا عندها نتائج ان شاء الله مرضيه. اما في الرقيه الجماعيه انسان ما عطيتيش حتى وقت فاش يعبر لك على نفسه اش عندي واش كذا، فهي ضرها أكثر من نفعها، لا أنصح بها، هي تجارة. نعم. لا أقول علاجا، هي تجارة، وأستسمح من الإخوة اللي كيعملوها. أنا والله لا أقصد أحدا، كلكم أحبتي في الله، كلكم إخوتي، والله لا أعادي أحدا، والله ما أكن لإخوتي المسلمين إلا الخير والمحبة، لكن أرى من محبتنا الإخوة المسلمين ما خصناش نعالجو. أنا الآن أسعى جاهدا باش لم شمل الرقة إن شاء الله، باش ما يبقاوش، باش نتهلاو في خوتنا المسلمين. أرى من حق المسلمين، المسلم على المسلم كما قال سيد رسول الله، وإذا استنصحك فانصح له. أرى المريض جاي يطلب منك النصيحة، أرقيه بوحده بمفرده وسمع ليه وطبطب على يديه وضرب على كتافه باش يحس بالرحمة ديال العلاج. واضح أستاذ. أيضا يوسف يقولك أستاذ عفاك، ما المقصود بالجن؟ ما المقصود بالجن؟ نعم. هيو جنة من جنة الليل إذا أظلم، والجنة من استتارها بالأشجار، وكل ما جنة فهو مستور مغيب على الأنظار، لا أقل. وإذا أردت الاستفادة ندير معك صفحات فيها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. لكن لا يسعنا المجال الآن إن شاء الله. إذا ناخذ اتصال مع عبد الرحيم من أكادير. السلام عليكم عبد الرحيم. السلام عليكم أختي، عواش مبروكة. الله يبارك فيك، شكرا. كنشكركم على هذا البرنامج، وكنشكر الشيخ اللي معك في البرنامج. الله يجزيك بخير يا اخي، عواشكم مبروكه. بغيت كالشيخ الله يرحم لك والدين يدعي معايا، الله يرحم لك والدين، مع حيت عندي المراه تفرقت مع هذا العواس، بغيت الله يهديها. أسأل الله عز وجل جامع الناس، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد، اجمع بين عبدك هذا وبين زوجته فيما يرضيك، اللهم ألف بين قلوبهما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الله يألف بينكم يا أخي. يا ربي أمين. سعاد من الرباط، السلام عليكم سعاد. عليكم السلام أختي. مرحبا بك سعاد، تفضلي. الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج اللي خليك، بغيت نهضر مع الشيخ. مرحبا بك أمتي. سي الشيخ، انا تعرضت للسحر، انا عندي 42 سنه و30 عام باش تزوج. نعم. وطبعا نهار العرس ديالي بالضبط كان وقع لي واحد السحر ولقيناه. نعم. لقيت ثلاثه ديال الحجابات فيهم بعض الصور اللي هي صور يعني خايبه. نعم. ولقيت واحد الشرويطه طويله كانت معقوده بزاف ديال العقدات. نعم. هذوك ثلاثه ديال الكتابات لقيناهم، وطبعا الوالد ديالي دار فيهم بحال الابره، وهذيك الشرويطه اللي كانت فيها العقد ما لقيناهاش لان بحال تهزت. نعم. لان 30 عام طبعا وانا مزوجه ما ولدتش. نعم. وبالاضافه الى ذلك عندي دائما واحد الغيار من جهه الزوج ديالي، ما عمري كنت معاه مزيان، دابا 30 عام ديال العشره. نعم. وحنا عمرنا ما كنا مزيانين، دائما مفرقين. نعم. ما عرفتش واش ديك السحر اللي كانت دار لي نهار العرس واش مازال فيا ولا ما كنعرفش، كتجيني شي حالات غريبه، ما كنطيح. نعم. ما حتى شي حاجه، ولكن ما عايشش مزيان. خيرا ان شاء الله تسمعي. دابا تقريبا. نعم. 30 عام، وهذاك السحر كان عملته لي الجده ديالي. نعم. انت الان من غير اولاد؟ لا ما ولدتش. لا. نعم. شحال في العمر ديالك اختي؟ 48 سنة. 48 سنة، على أي حال تسمع الجواب إن شاء الله. سمعي الجواب. شكرا لك سعاد. علي من مدينة دار البيضاء، السلام عليكم علي. نعم. ألو علي. إذا فقدنا اتصال بعلي. بالنسبة لسعاد أستاذ. نعم أختي، أقول وبالله التوفيق والعلم عند الله عز وجل، لا أعلم الغيب إلا الله، لكن من خلال تجربتنا ومشاهدتنا يعني الأمراض الروحانية وهذه الجداول الأوفاق، ويعني فهذه ثلاث جداول لعلها أوفاق يستعملونها بمثلة الغزالي أو المربع أو المخمس إلى المسبع، وهذه الجداول كلها يعني تدخل فيها أسماء المطلوب الطالب والمطلوب وغيرهم من أداة وتمريض وتفريق والعياذ بالله، حتى وتعقيم من
والعياذ بالله مش تعقيم يعني العقم والعياذ بالله يعني التوقيف ديال 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 الانجاب. فهذا كله يحصل بامر الله عز وجل, هو ابتلاء من الله ولا يحصل الا بامر الله, لان رب عز يقول وما هم بضارين به من احد الا باذن. لكن باش نفسروا الحاله, هذوك اختي الجدول اللي كيداروا اختي سلمى كيداروا على ثلاثه الحقاب. اش كيداروا؟ يعني كيكون يعني جدول فيه 7 سنين والاخر فيه 7 سنين, يعني لا يبطل الا على مده طويله اذا ما استعملش الرقيه. ثم هذا يعني الخرقه اللي كانت طويله على شكل حزام هي كيديروا على حزام المراه باش ما تولدش. نعم, كتستعمل اما باش دال الجريه ديال الدم عافانا الله واياكم, او كتستعمل بهذيك العقاد باش ما تولدش. وهاد السيده الى باش تاكد الى رجعت على الطبيب من قبل وكانت قال لها راه ما عندك والو شي حاجه اللي تمنع عليك الحمراء كانت هي سليمه والجوج ديك سليمه, راه تاكد حقيقه هذاك هو السبب ديالها اللي كان من عام الحمل, وهو ما حصل الا بامر الله. نعم, هو ابتلاء من الله. فيعني الى قدت راه عاوتاني تعمل رقيه وابطال هذا السحر, واسال الله ان يشفيها. وحتى السن ديالها ولو قلت هي 48 سنه او شنو, الى مازال كتجيها العاده راه مازال ان شاء الله الله يهب لمن يشاء ان شاء الله. نعم. سلام, انا عندي حبوبات صغار حمرين في الجسم ديالي وكيضرني راسي في المساء, يعني خايفه تكون عندها شي حاجه. لا تخشى شيء, الحبيبات حمرين عاديين كيكونوا من الدات, ولكن نشوف واش بعد حوايج اللي كناكلهم من سمك من كذا, شي حاجه اللي ما كتخرج لي حساسيه في الجلد نمشيو على الطبيب. علاش نبقاو خايفين؟ نمشي على الطبيبه ديالي ولا الطبيب غادي ان شاء الله ما يبقاش عندي الخوف, نعرف شنو العله ان شاء الله. ان شاء الله. اختي سلمى لاباس عليك, عافاك سولي لي الشيخ, انا عندي سحر مرشوش كيفاش نقدر نحيدو؟ هذه خارجه من مراكش. الرقي لا يحيدوك باذن الله عز وجل. واضح. إذن دائما مواصي معكم على 5566. أنا عبد العالي, شكرا أختي, الله يجازيكم بخير, عواش لكم مبروكة, قريت السؤال ديالي وطمأنت سلامي على الشيخ بزاف بزاف. تسلم على خير. أيضا السلام عليكم أختي سلمى, الله يخليك, عندي بنية ديالي عندها 4 سنين وربي أعطاها واحد الجمال ما شاء الله كبير, كيفاش نحسنها؟ واش خاصني نحسنها صباح وعشية من العين؟ نعم, يحسنها بمعوذتين ثم قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. المعوذتين وسورة وآية الكرسي وفواتح البقرة وأواخرها وفاتحة الكتاب هي الأولى في هذا الباب. يرقيها رقيها, وخصوصا الرقية ديال الأب والأم يعني هي جيدة للاطفال, احسن من الرقيه ديال الراقي. نعم, واضح. نعم. استاذ شكرا لك, استاذ فؤاد فرقاني الادريسي, شكرا لكل الناس, عواش مبروك ان شاء الله بكل ما كتمنى يا رب. نعم, في دقيقه اقل. نعم. تذكيرا اختي المستمعين الاخوه اللي كيجيو يعني زبائن ديالي الله يرحم والديهم ويبارك فيهم, كنقول لكم عواش مبروكه, واللي بغى يجي راه التوقيت ديال رمضان راه من 9:30 كنبدا في المركز حتى 2:30 زوالا. نعم. يعني راحيت اللي يجي في 4 ولا 3 راه ما يلقانيش, اولا 3 ونص ما لقونش. نعم. يعني عيم 9:30 حتى 2 يوم جمعه لنا نشتغلوا بالكليه, والتوقيت اللي سايرين عليه في الفطار هو اللي غادي يكون بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. وتحيه للجميع ورمضان مبروك على الجميع ان شاء الله. الله يبارك فيك استاذ, شكرا. شكرا لكم. مهدي ايضا في الاخراج والهندسه الصوتيه, بقيه اوقات طيبه دائما على شدايف. نعم. في رعايه الله. شكرا.